السياسات النقدية التي تتخذها البنوك المركزية. انضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك معنا رائد. يعني بعد الفيدرالي هذه خطوة مفاجئة، يأتي بنك إنجلترا المركزي ليفاجئ فيها الأسواق وهذا الخفض بقرابة 50 نقطة أساس. هل هذا النهج بات هو السائد الآن بالنسبة للبنوك المركزية برأيك للتصدي ربما لفيروس كورونا وأخذ إجراءات أكثر بالنسبة للبنوك بهذا التوقيت؟ طبعا يعني عملية الخفض المفاجئ والطارئ لأسعار الفائدة من البنوك المركزية حول العالم هو محاولة أولا لاحتواء الأثار المتوقعة لإمكانية الوصول إلى مستويات ركود اقتصادي في هذه الاقتصادات، وفي نفس الوقت عندنا فيروس كورونا الذي سبب أو هو المسبب الرئيسي للأثار السلبية التي قد تصل بالاقتصاد العالمي إلى مستويات الركود. وبالتالي أول سلاح يتم استخدامه هو أسعار الفائدة. البنك المركزي البريطاني على وجه التحديد يعني صبر كثيرا في وتحلى بالصبر بما يتعلق بالتدخل بأسعار الفائدة عندما كان البريكزيت يعني عند أوجه فيما يتعلق بالتقلبات والتذبذبات بهذا الاقتصاد، ولكن مع وجود كارثة طبيعية بما يتعلق بالفيروس كورونا وحتى لا يكون هناك اختلال كبير ما بين الاقتصاد البريطاني وما بين الاقتصادات العالمية من حيث السياسات النقدية المتبعة، كان لابد من تقليص أسعار الفائدة. الآن العملية يعني ميسى نحن نتجه أكثر إلى نفاذ الأدوات التقليدية من يد البنوك المركزية، أي توجه أكبر نحو ضغط وإجبار من قبل صناع السياسة النقدية لأصحاب الرساميل إلى أن تستخدمها في الاستثمارات. وقد لا نتفاجأ بأسعار فائدة سلبية تنتشر بشكل أكبر في الاقتصادات العالمية. نعم، ولكن رائد يعني أنت تعلم أن خفض معدلات الفائدة عندما تكون من مرتفعات عالية إلى مستويات أقل يكون تأثيرها واضحا. الآن هي أصلا في مستويات أقل، وبالتالي هذا بمثابة هبوط اضطراري فرضته ظروف فيروس كورونا. إلى أي مدى ستؤتي أكلها؟ رأينا الاحتياطي الفيدرالي يخفض في الأيام الماضية، لم نرى ذلك التأثير الذي كان يحدث. يعني حقيقة نحن عم نتحدث مع بمستويات قريبة فعليا من المستويات الصفرية، لكن أنا أشرت إلى هذه النقطة. ماذا عن السلبي؟ ماذا عن إمكانية الوقوع في المنطقة السلبية بشكل أكبر وتشكيل الضغوط أكبر؟ سوف يهتز النظام المالي العالمي بلا شك بمستويات فائدة سلبية من اقتصادات أكبر في العالم، وبالتالي ممكن الضغط بهذا الاتجاه أن يشكل يعني هو كبيرة، وأعتقد سوف يكون هناك تردد كبير في الوصول إلى هذه المستويات. ولكن التخلي تماما عن دائرة التشدد في السياسة النقدية والتصريح بأن السياسات التيسيرية ستكون لفترة أكثر امتدادا، و طبعا ممكن من شأنها أن تقلص التأثير السلبي إذا لم يكن هناك أو إذا تم هناك احتواء لفيروس كورونا. لكن طالما فيروس كورونا ممكن أن يستمر بأرقامه السلبية، إذا النظام الاقتصادي العالمي ممكن أن يكون معرض للخطر بشكل أكبر، وسوف لن تكون كافية فقط السياسات النقدية. عندها نحتاج السياسات المالية ونحتاج تقليصات أسعار الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وإن كان على حساب العجز أن يتسع، لأن العجز المتسع أصبح نوعا ما هو النيو نورمال أو الوضع الطبيعي الجديد. نعم، يعني رائد عم نبتدئها بعملية تخفيض لأسعار الفائدة، لكن برنامج الأصول بقي كما هو بالنسبة يعني بنك إنجلترا المركزي 435 مليار جنيه. هل نتوقع أنه يكون في تغيير ربما على المدى القصير في برنامج شراء الأصول بالنسبة للبنك بالفترة المقبلة؟ يعني أعتقد البنك المركزي البريطاني قد رأى نظرائه السابقين الذين توسعوا في برامج شراء الأصول بشكل كبير، وأصبحت لديهم عجوزات كبيرة في موازنات هذه البنوك بما يتعلق بهذه السندات التي تم شرائها وصعوبة التخلص منها، وبالتالي أصبح العجز كبيرا. لذلك لا يريد المركز البريطاني التوسع أكثر بعملية شراء السندات حتى لا يكون هناك فقدان ثقة
أكبر، وحتى يبقى المجال لإمكانية التدخل بهذه البرامج الغير تقليدية من قبل البنوك المركزية، شراء السندات، سندات رهون عقارية أو سندات يعني خزينة قد يكون بمثابة يعني أداة تسهيلية ممكن أن يستخدمها لفترة أكثر امتدادا إذا كانت البرامج هذه محدودة، وإن خرجت عن السيطرة تماما مثل ما حدث في الفيدرالي الذي يواجه حاليا عجز كبير في هذه الموازنة وموازنة الفيدرالي، ولا يستطيع حقيقة الشراء بأكثر، وإنما يركز أكثر على أسواق الريبو وتوفير السيولة لليلة واحدة أكثر من أن يكون هناك شراء لسندات ذات آجال أبعد نسبيا، يركز على يوم وأسبوعين ولا يقوم بشراء سندات أبعد. المركز البريطاني يتعلم من هذا الدرس. دعنا ننتقل رائد إلى إجراءات تحفيزية أخرى تنتظم بقية العالم. رأينا أستراليا تتجه ذات الاتجاه واليابان، وما هي الدول المرشحة ربما للدخول في هذه القائمة؟ يعني إذا نظرنا أول من بدأ العمليات التقليص التسارع في عمليات التقليص، طبعا الاقتصاد الصيني بنتيجة تأثره الكبير والتقليص في أسعار الفائدة والتحفيز وضخ السيولة في الأسواق. الاقتصاد الأسترالي الذي كان لديه الارتباط الكبير ولا يزال لديه المجال في تقليص أسعار الفائدة، وهذا أمر مهم جدا للفترة القادمة أن يكون هناك مزيد من التقليصات في أسعار الفائدة من قبل الاقتصاد الأسترالي متوقع وبشكل كبير. الاقتصاد البريطاني اقترب بشكل كبير من المستويات الصفرية الآن 25 نقطة أساس، وممكن جدا أن يوصلها إلى مستويات الصفر. الاقتصاد الأوروبي والأنظار تتجه إليه لأنه أساسا هو في منطقة صفرية وممكن أن يدخل في المنطقة السلبية، وبالتالي يشكل عبء وضغط أكبر على تفاوت السياسات النقدية. الفيدرالي الأمريكي من المتوقع بشكل كبير باجتماعه القادم 17-18 الشهر الجاري أن يقلص أسعار الفائدة، ولكن كمية التقليص يعني نوعا ما يعني التوقعات قلت بشأنها، ممكن أن يقلصها فقط ب 25 نقطة أساس وليس 50 نقطة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.